طبعا اكيد الكل عندهم هوايات، واني برايي انه الهوايات هي تنقسم الى قسمين. اكو بعض الهوايات هي تعتبر هوايات مألوفه، مثل الرسم، مثل الموسيقى، مثل التمثيل، وكثير من الهوايات اللي احنا من نشوفها راح نحبها. واكو هوايات غير مألوفه، مثل التسلق على الجبال او الالعاب الخطره. اني اختاريت الهوايات الغير مألوفه. طبعا هوايات غير مألوفه وغير محببه بالعراق. اكو هوايه ناس يحبون يربون حيوانات مفترسه وغريبه، بس مع الاسف هي للطشه، حتى انه هم ينعرفون او يصورون وينشرون هاي الصور بمواقع التواصل الاجتماعي او يتفاخرون بها بدون ما يعرفون او يركزون على انه هذه الحيوانات شنو تحتاج من بيئه او مستلزمات. أنا طبعاً من أنا وصغير أحب الحيوانات، وكل ما أكبر الحيوانات تكبر وياي أكثر وتكثر أكثر. والدي كان المشجع الأول بهذا المجال، لكن وصلت إلى مرحلة أنه شفت روحي أنا دا أنجذب أكثر للحيوانات الغريبة وكذلك الزواحف. لكن بالعراق ماكو أحد يعني يحب هذه الهواية، وبنفس الوقت كنت أشوف أنه عندنا مشكلة كلش كبيرة وفراغ واسع بموضوع الحيوانات والحياة البرية. لذلك حاولت أن أوظف هذه الهواية حتى أصنع من عندها شيء توعوي وتثقيفي للمجتمع. لذلك انضميت وبكل فخر لمنظمة المناخ الأخضر العراقية، ومن ثم مع عدة شباب اللي هم عندهم نفس الطموح ونفس الواهس أسسنا فريق المنقذون للحياة البرية. المشكلة الكبرى بالعراق هو أنه عندنا الصيد الجائر اللي يصير والمتاجر بالحياة البرية شيء يزيد عن حده، مع العلم أنه إحنا عندنا قوانين جدا صارمة بالدستور، من ضمنها الرقم 17 اللي هو يقول أولا تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية، وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها، ولا يجوز صيدها إلا لأغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الأصولية وفق أحكام هذا القانون. يعني بهيك حالة حتى البلابل صيدها ممنوع ومتاجرتها ممنوعة، لكن ومع شد الأسف بأنه قبل كنا نسمع صوت البلابل على الأشجار من كنا نقعد بالحديقة ببغداد، لكن حالياً ما نسمع صوت البلابل حتى بالأشجار، وممكن بعد فترة تنقرض تماماً بالعراق. سببها شنو؟ سببها الصيد الجائر اللي يصير لهذه الطيور الجميلة اللي قبل كنا نسمع صوتها الجميل وبيعها بأسواق العراقية. توصل إلى مرحلة أنه بوقت التكاثر نشوف آلاف مؤلفة من البلابل أفراخ هي وعشها تنباع بهذه الأسواق مع شديد الأسف، وممكن الأجيال القادمة ما راح تحصل وما راح تشوف هذه الطيور بالعراق. كذلك عندنا الكلب المائي العراقي اللي هو نوعين، كلب المائي العراقي وكذلك كلب المائي الأوروبي. هذه الأنواع هي اثنينات مهددة بخطر الانقراض. طبعا كلب المائي العراقي هو أهم لأنه أحد أهم ركائز التنوع الإحيائي بالعراق، وهو يعتبر من الحيوانات اللي فقط وفقط تعيش بالعراق. هذا الحيوان مهدد بخطر الانقراض، وممكن بعد فترة إذا تبقى على هاي الوضعية من الصيد، طبعاً أكو دا تنقتل. سببها شنو؟ عدم وجود التوعية والتثقيف بالنسبة لأصحاب مزارع الأسماك، لأنه هذا الحيوان يتغذى على الأسماك، وأصحاب المزارع يقتلون هذا الحيوان حتى أنه ما يأكل أسماكهم. طبعاً عندنا بالعراق مع الأسف الشديد هذا الشيء اللي دا يصير هسه بالعراق، اللي هو موضوع الصيد الجائر وكذلك المتاجرة بالحيوانات، عندها أسباب مختلفة. أهم سبب هو عدم وجود التثقيف والتوعية الكافية والدائمة لهذا الموضوع، لموضوع أهمية الثورة الحيوانية وأهمية التنوع الإحيائي بالعراق، وعدم الصيد اللي هو طبعاً لازم القانون اللي موجود يفعل حتى ما يصيدون. السبب الثاني هو الجوع وأكيد سد الفقر. أكثر الناس هي تصيد حتى تصيد جوعها
أو تصيد حتى تبيعها وعن طريقها تسترزق. والموضوع الآخر اللي جداً مؤسف هو التفاخر بقتل الحيوانات. هذول الأشخاص قاتلين هذه الكمية من الطيور وناشرين صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبرزون عضلاتهم بقتل حيوانات بريئة. طبعاً صور عديدة تنشر دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ما أعرف يعني الصيادة شنو اللي هو بها يقدر واحد يتفاخر بقتل أرواح ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة الأخيرة هي شاهدين الرفش الفراتي. هذا الحيوان هم مهدد بخطر الانقراض، قاتلين اثنين من هذه وماخذين صورة وناشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتفاخرون بها. متاجرة الحياة البرية بأسواق العراقية صار شيء جدا طبيعي. بس اركب سيارة وروح لأحد أسواق الحيوانات المعروفة ببغداد وباقي المحافظات راح تشوف هذه المناظر المؤسفة مع الأسف، اللي هو مثلا هذه الطيور هي طيور برية وقسم من عندها مهددة بخطر الانقراض تباع بهذه الطريقة. هيجي لازقين أجنحتها، أو عندنا هذه القطة البري جانجل كات وكذلك هذه الصقور، هذه كلها تباع بأسواق العراقية، حيوانات برية مفترسة لا هي تقدر تعيش بالبيوت ولا هي تنأكل. سبب متاجرتها ما أعرف شنو، وكذلك أكيد ماكو نقص عندنا بموضوع التوعية والتثقيف وكذلك تفعيل القانون. طبعاً الصيد الجائر هو مو بس يخص اللبائن والطيور، كذلك عندنا احنا بالأسماك، وعندنا هواية من الأسماك هسه دخلت لمرحلة الانقراض مثل السمك البني العراقي اللي هو فقط يعيش بالعراق، اللي عندنا أجدادنا هم كانوا دائماً يتناقلون أشعار على هذه السمكة، حالياً وصلت إلى مرحلة الانقراض. تدرون سببها شنو؟ أولاً وأكيد هو عدم التوعية والتثقيف. الموضوع الثاني هو دخول الأسماك الدخيلة الكثيرة بالأنهر والأهوار اللي هي أخذت مساحة لهذه الحيوانات، لأنه السمك البني مثلاً بعد سنتين يلا تبلغ، لكن أكو أسماك خلال 4 أشهر أو 6 أشهر تكبر، فهذه راح تأخذ مساحة من الأكسجين والأكل اللي موجود بالأنهر. والموضوع المؤسف الثالث هو الصيد الجائر عن طريق السموم والكهرباء. هاي أنا بعيني شفتها طبعاً، الشبكة لما يدخلها بالماء شكو كائن حي كله يتكهرب ويصعد فوق. بشبكة واحدة ممكن يصيد آلاف الأسماك وآلاف الكائنات الحية، من ضمنها أكيد الأسماك الصغار اللي هي بعد فترة لازم تكبر ويصير أكل، اللي هو نفس هذا الصياد يشيلهم كلهم بشيلة واحدة ويذبها بالبلم، وبعد فترة لما يخلص شغله يرجع كل هذه الأسماك الميتة الصغار إلى الشط، وبالتالي شنو؟ نقص عندنا أعداد كلش كبيرة من الأسماك اللي هي بالمستقبل لازم تكون غذاء لهذا الصياد. موضوع دا ينتشر هسه بالجديد بالعراق مع الأسف الشديد، أو موضوعين. موضوع الأول هو على أساس استخراج بعض الأمور الطبية من الحيوانات مثل الدهون اللي على أساس يطلعوها من الرفش العراقي حتى تفيد المفاصل والركبات. لكن أنا سؤالي هنا، يعني إحنا رح ندخل بسنة 2019، معقولة العلم ما وصل إلى مرحلة بأنه إحنا نستخدم أدوية خاصة لهذا الشيء مكان ما نقتل حيوان وروح بريء، وأهم منها أنه مهدد بخطر الانقراض؟ هذا مسجل عالميا، الرفش الفراتي مهدد بخطر الانقراض، ويجي يجون قسم من الأشخاص اللي هم معروفين بالسوشيال ميديا وبمواقع التواصل الاجتماعي ينشرون فيديوهات مع الأسف وإلهم مشاهدات كلش هواية يدعمون ويشجعون هذه الفكرة أنه أوكي اقتل الحيوان بس طلع الدهن مات، لأن الدهن مات مفيد. ما كان ما ننشر الوعي والتثقيف على إيقاف هذا الشيء. والموضوع المؤسف الآخر هو انتشار أمور السحور والشعوذة وبالحيوانات، استخدام الحيوانات وقتل الحيوانات حتى نروج على شيء تجاري، وهو بالتالي ما أعرف يعني هدهد أو الذئاب تقتل. أنا ما أريد أبقي هاي الصورة لأنها مزعجة أكيد الآخرين.
الهدهد الطائر الجميل اللي هو لازم يكون بالبر يقتل وينأخذ العظم مالته على أساس أنه يجيب لك محبة. الذئب ينقتل وينذبح وينأخذ السن مالته ويباع على نفس هاي الأساليب الأخرى، المحبة والمودة وغيرها وغيرها. لكن أنا برأيي الإنسان ممكن أن يكسب محبة الآخرين بتصرفاته وبأعماله، مو بقتل أرواح بريئة وأكيد كلها ما إلها أي حقيقة. هذه الصورة الجميلة اللي تشوفوها أكيد الكل من يشوفها راح يبتسم ويحب أنه يصير عنده نفس هاي الحالة، أنه يلعب ويا حيوانات أليفة داخل بيته أو يجيب حيوانات لأطفاله. وأنا أشجع هذا الشيء لأنه الحيوانات الأليفة بالبيت جدا مفيدة للأطفال، تخلي الطفل يصير أكثر اجتماعي، وكذلك رح يصير عنده مناعة ورح يكون عنده إحساس بالمسؤولية. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأنه إحنا دنجيب حيوانات لكن ما دنفكر بأنه هل هذا الحيوان هو يرهم ويا بيئتنا. دتنباع حيوانات كثيرة بسوق الغزل أو بأسواق مختلفة، أنا مرة تذكر اسم سوق الغزل وطلع صدفة. المهم بأسواق مختلفة تباع حيوانات هي أصلاً ما ترهم بالعراق، يعني مثلاً عندك الهاسكي، هذا الحيوان هو يعيش بمناطق السيبري يعني تحت الصفر، وجايبيها هنا بالعراق درجة حرارة 55، أنا ما أتحملها، ما أعرف هذا الحيوان شلون راح يتحملها، ويخلوه بالسطوح أو بأماكن مفتوحة جداً مؤذية لهذه الحيوانات. كذلك استيراد بعض الحيوانات مثل السلاحف اللي تعتبر ينطوها كهدية لباقي الناس، اشتري سلحفاتها ب5000 ونطيها هدية لأي شخص. هذه الأرواح صارت سلعة، مع العلم أنه مثل هذه الكائنات بباقي بلدان العالم يحضروا لها أحواض جدا كبيرة وفلتر وبيها مواد جدا هواية حتى تقدر تحافظ على هذه الروح وتكبر، حتى تهيئ لها نفس البيئة اللي هي عايشة بيها بالبرية. لكن احنا عدنا نخليها بحوض ونطيها هدية أو خلونس أطفالنا، وبالتالي أكيد رح يموت هذا الحيوان. هسا أنا أريد أعرفكم على شخص جدا عزيز إلي، هو روني. روني أحد أعز أصدقائي. هذا الحيوان صار وياي سنين وانعرفت به وانشهرت به. هذه الحية هي Reticulated Python. Reticulated Python هي أحد الثعابين المعروفة، طبعا هي غير سامة، وأنا أكيد أتوقع أنه هواي من عندكم تصورت أنه هذا الثعبان سامة وأكيد رح أسوي لي مشكلة. لكن 20% فقط من الثعابين العالم هي سامة، و80% هي غير سامة. وإحنا عدنا بالعراق من أصل تقريباً 44 نوع من الثعابين، عدنا فقط 8 سامة، لكن كل الثعابين تقتل. تحب تجرب بس؟ يلا المسة تريد تشيلها؟ أوكي تمام. من يحب يجرب؟ بس شخص واحد العفو. لا لا يلا اوكي تمام. حلو. كلنا عندنا افكار خاطئه عن هذه الحيوانات ونصور ان هذه الحيوانات سامه وقاتله، لكن هي مو هيك. عدم وجود التوعيه والتثقيف هو، لا تعصريني، احدى اهم اسباب قتل هذه الحيوانات بدون سبب. هسه بدي احكي لكم على موضوع جدا مهم، وهي اكيد الرساله الاخيره الي. رسالتي الأخيرة، روني شوية اقعد عاقل. رسالتي الأخيرة هو أنه أني من هوايتي الغير مألوفة والغير مرغوبة والغير محببة بالعراق حاولت أن أصنع رسالة، رسالة الحب والسلام، رسالة احترام هذه الكائنات والأرواح الحية والعايشة ويانا بنفس البلد. وأكيد لازم نبدي ويا الصغار والأطفال والشباب، وأتمنى من كل شخص حسب مسؤوليته حسب عمله وحسب هوايته أن يكون رسالي حتى نبني جيل مليان بحب وحنان وإحساس. شكرا جزيلا.